السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم علوم للصف الثاني متوسط الجزء الأول. وصلنا اليوم الفصل العاشر، البيئة ومكوناتها. ها عيني، البيئة ومكوناتها. نقول الفكرة الرئيسية: يمثل النظام البيئي وحدة تنظيمية في مكان ما، وهو يشمل مكونات حية وأخرى غير حية تعمل بصورة متفاعلة فيما بينها. فنقول ما البيئة؟ يعني تعريف البيئة، هذا عرف البيئة، هذا مهم. تعريف البيئة هو العلم الذي يهتم بدراسة العلاقات المتبادلة بين الكائنات الحية مع محيطها الخارجي وفق نظام سمي بالنظام البيئي. هذا تعريف البيئة لحد هاي. نعرف النظام البيئي هي وجود مكونات حية وأخرى غير حية متفاعلة فيما بينها. هذا تعريف البيئة والنظام البيئي. زين، مثل ايش عدي البيئة؟ نقول النظام البيئي علاقات متبادلة بين المكونات الحية كالنباتات والحيوانات والأحياء المجرية من جهة، والعناصر الغير الحية من جهة أخرى كالعوامل المناخية المتمثلة بدرجة الحرارة والرياح والأمطار. زين، هنا عدي مكونات النظام البيئي. ما مكونات النظام البيئي؟ نقول يشكل العالم بأكمله نظاما بيئيا ضخما يدعى بالمحيط البيئي، وهو المحيط الذي يغطي المناطق التي يعيش عليها الأحياء من الكرة الأرضية. عندي مكونات حية، والنظام البيئي يقسم إلى حية وغير حية. نأخذ الغير الحية، المكونات الغير الحية هي عندي ذني خمس نقاط، يعني خمس نقاط إن نعرفهن يعني. ونبدأ مختصرا نقول نختصرهن. عندي مثلا الغازات، هنا تكون الغلاف الجوي يحيط الأرض ويتكون من النيتروجين والأكسجين ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء. المكونات الحية عندي أولا المنتجات، هاي تعريف المنتجات ماما، هذه تعريف المنتجات، والمستهلكات والمحللات. فذن كل واحد هم يعني شو نقول، سطرين سطرين ناخذ نبذة مختصرة عليهن. زين، نجي على هذه الصفحة، دورات العناصر في الطبيعة. هنا عندي دورة الكربون الأكسجين، اللي هي نقول ينتقل الكربون والأكسجين بين النباتات والحيوانات والبيئة خلال دورة الكربون والأكسجين أو خلال النباتات والحيوانات. فمثلا عندي أجسامها في أجسام نسبة عالية من الكربون والأكسجين، ويتم تدوير الكربون والأكسجين في البيئة عمليتين حيويتين هما البناء الضوئي والتنفس. تقوم النباتات بصنع غذائها بواسطة عملية البناء الضوئي، وتستهلك جميع الكائنات الحية التي يعيش في الماء أو اليابسة أو الأكسجين. ناخذ خدنا دورة الكربون الأكسجين، هسه حناخذ دورة النيتروجين. يشكل النيتروجين على شكل فراغات يجيني 78% من الغلاف الجوي، وعلى الرغم من هذه نكون يعني معظم الكائنات الحية لا تستطيع الحصول على النيتروجين كما هو. عدي هنا قلنا هنا 78%، وهنا عدي خلال دورة النيتروجين يتم يعني تثبيت النيتروجين في شكلين هما النترات والأمونيا، وتتم الدورة على النحو الآتي: ألف وباء أو جيم، هذني ودال، طبعا نقاط. نقول هسه شو نقول، نجي على دورة الماء. أدي تغطي الماء بنسبة 75%، عمليتين التبخر والتكاثف، وكل وحدة تعريف مالتها. هنا عملية النتح، هنا عملية النتح هم أيضا تعريفها الحد هذه تعريف عملية النتح. نجي على اليمين على الأسئلة، هنا اكمل العبارات الآتية: أولا البيئة مكان ما يضم مكونات حية وأخرى غير حية وتكون متفاعلة فيما بينها. اثنين تعد المواد المعدنية والصلبة تشكل منها التربة الدبال في النظام البيئي. تسمى الكائنات الحية بأنواع مختلفة في النظام البيئي بالمكونات الحية، يتم خلال دورة النيتروجين النترات والأمونيا. تسمى عملية إخراج الماء الزائد عن طريق الثغور في أوراق النباتات بالنتح. تحول حرارة الشمس المياه الموجودة على سطح الأرض إلى بخار بعملية تسمى التبخر. يتحرك الماء الغير عبر البيئة من خلال دورة تسمى دورة المياه في الطبيعة. تسمى عملية نزول الماء إلى الأرض بشكل قطرات مطر أو ثلج الهطول. يتحرر غاز ثنائي أكسيد الكربون إلى الجو من خلال عمليتي التنفس والاحتراق. هنا أختر الإجابة الصحيحة. أولا تمثل المكونات الغير الحية في النظام البيئي دال درجة الحرارة والرياح والأمطار. ثانيا تعد عملية التنفس مهمة في دورة الكربون، يعني كربون
يعني الأكسجين في الطبيعة. هنا عندي تتضمن دورة الماء في الطبيعة بالعمليات جيم التبخر والتكاثف والهطول. هنا سؤال الثالث اجب عما يأتي بإجابات قصيرة، ما مكونات البيئة الغير الحية؟ هنا كتبت لنا بهذه الورقة ياتي سؤال الثالث، هذه قايل لي ما مكونات البيئة الغير الحية، هذه الجواب. أولا المواد المعدنية والصلبة التي تشكل منها التربة. اثنين المياه التي تشكل نسبة الأكبر من مكونات الغير الحية. ثلاثة الغازات. واربعة الطاقة الشمسية والمناخ، هذه مكونات البيئة الغير الحية. هذه تقريبا خمس نقاط، هذا السؤال الأول. باء اثنين لماذا تعد النباتات في البيئة منتجات؟ تقول لماذا تعد النباتات في البيئة منتجات؟ هي هذا الجواب مالتها. نقول لأن الكائنات الحية القادرة على صنع غذائها بنفسها بعملية البناء الضوئي من خلال تحويل المواد اللا عضوية إلى مواد عضوية، كما في النباتات بوجود ضوء الشمس وغاز الأكسجين وغاز ثنائي أكسيد الكربون. هاي عيني السؤال الثاني. زين يقول السؤال الثالث ما المكونات الحية بين البيئة؟ جوابها يقول المنتجات والمستهلكات والمحللات، بس منتجات ومستهلكات ومحللات. زين عدي رابعا يقول ما أهمية دورة الكربون الأكسجين في النظام البيئي؟ هي هذا سؤال الرابع، خلنا أكتبه هنا. شو عيني هذا؟ هذا سؤال الرابع النقاط عدي. دورة الكربون الأكسجين هي الدورة التي ينتقل فيها الكربون والأكسجين بين النباتات بين النباتات والحيوانات والبيئة، وهذا من خلال عمليتين هما البناء الضوئي والتنفس. تقوم النظام النباتات بصنع الغذاء بواسطة عملية البناء الضوئي، وتستعمل أشعة الشمس والماء وثنائي أكسيد الكربون تحرر غاز الأكسجين، وتستهلك جميع الكائنات الحية المائية والتي تعيش على اليابسة والأكسجين في التنفس وتحرر غاز ثنائي أكسيد الكربون. هذا السؤال الرابع، هذا جوابه. زين مو سؤال الرابع يعني رابعا من نقطة من السؤال الثالث. يعني بقالي سؤال الرابع اكمل الخارطة. دورات العناصر في الطبيعة يتم تدوير الكربون والأكسجين خلال عمليتين البناء الضوئي والتنفس. هنا تتم دورة النيتروجين من خلال العمليات البكتيريا والبرق، تحول النباتات نيتروجين إلى بروتين، تناول الحيوانات الغذاء وتفيد المحللات هاي. وهنا تتم دورة الماء بالعمليات الآتية التبخر والتكثيف. وبالتوفيق إن شاء الله.